الحاله اللي كتعيشها الوداد الان، الحاله اللي كتعيشها الوداد الان، وانا غادي نقارنك دابا مع الخصوم ديالي اللي هما الرجاء. الوداد ما قدمش تقرير مالي وداز الجامع العام، قال بشأنه ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي حضر الجامع العام للسيد عبد الملك أبرون والله يعطيه الخير بالعبقى ديالو، سئل قال له كيفاش داز الجامع، قال له داز فيه هدوء. يا سيدي انا ما سولتك واش هدوء ولا ضجيج، انا سولتك واش قانوني ولا ماشي قانوني. شوف التعبير، شوف المحاضر كيفاش كتكتب داز فيه هدوء، انا ما سولتش على الهدوء. بار كونتر الرجاء مؤخرا كنشوفوا الحاله ديالها، التقرير ديالهم بقى معلق، ولو انهم قدموا تقرير بودريقه قدم تقرير ومع ذلك علقوه، ومع ذلك الشجاعه ديال البيضي قال بان التقرير لم يصوت بشانه. هذه شجاعه ديال الرجاويين. قسموا الى ثلاثه ديال الفئات منخرطين، سمير شوقي والمجموعه ديالو، با معروف والمجموعه ديالو، جواد الامين والمجموعه ديالو، هادو كلهم كيحضروا باش يقاضيوا الرئيس. حنا ما قدمنا لا تقرير لا مالي ولا ناقشناه ولا هم يحزنون، وحتى واحد ما رفع دعوه ضد هذا الرئيس هذا.